أهلا بكم مع انعقاد كل دورة من دورات الملتقى الحكومي واستعراض ما تم إنجازه. يتجدد العزم على مواصلة العمل ورفع سقف الطموحات والأهداف وتجديد الثقة بالفريق الحكومي والذي استطاع بفترة قياسية تحقيق العديد من الإنجازات التي كان لها انعكاسا مباشرا على الوطن والمواطن. ويمثل بدء وزارة الإسكان تنفيذ أمر سمو ولي العهد في توزيع 5000 وحدة سكنية جديدة إلى مستحقيها يمثل المحطة الأخيرة في تنفيذ برنامج عمل الحكومة بشأن توزيع 25000 وحدة سكنية، والذي استطاعت الوزارة تحقيقه تنفيذا لما جاء به الأمر الملكي السامي ببناء 40000 وحدة سكنية. أما في مجال البنية التحتية في الطرقات وتخفيف الازدحامات المرورية، فقد قامت وزارة الأشغال وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد بإنجاز العديد من المشاريع التي ساهمت في تخفيف الازدحامات المرورية على العديد من الشوارع الرئيسية، وهو ما انعكس إيجابا ولا شك على حياة مستخدمي الطرق. العمل مستمر والتحديات تتجدد، لكن بالعزم والعمل الإنجاز بعد يستمر، فمشكورين. ومثل ما يقولون احنا اليوم موجودين كلنا في فريق واحد، وكلنا من الموجودين هنا والمشاهدين كلنا فريق البحرين. مشكورين. أهلا بكم من جديد. يسرني أن أرحب بضيفي الكريمين في هذه الحلقة. باسمكم أرحب بسعادة الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان في وزارة الإسكان الأستاذ سامي بوهزاع، وأيضا أرحب بسعادة وكيل وزارة الأشغال الأستاذ أحمد الخياط. يا أهلا وسهلا فيكم أستاذ أحمد. يا أهلا فيك أستاذ سامي، سعداء بوجودكم معنا في الاستوديو. أستاذ أحمد راح أبتدي معك. طبعا وزارة الأشغال قامت بالعديد من المشاريع الخاصة ب يعني محاولة حل الاختناقات المرورية في بعض المناطق، بناء طبعا على توجيهات سمو ولي العهد. وين وصلت هذه المشاريع؟ وياريت تكلمنا أيضا عن الجائزة اللي يعني تم استلامها في الملتقى الحكومي 2018. نعم، طول العمر في البداية أحب أن أؤكد أن مبادرة سيدي صاحب السمو ولي العهد النائب رئيس، النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، النائب الأول نائب القائد العام كثيرة وكبيرة، وأحدى هذه المبادرات هي مبادرات حلحلة الازدحامات المرورية، وأتى بمشروع لعمل مشاريع صغيرة وعاجلة ولكن أثرها على مستخدمي الطريق كبير جدا. فابتدينا طال عمرك منذ سنتين بالحزمة الأولى، وهي تتكون من 11 مشروع، تم تنفيذ 10 من هذه المشاريع العاجلة والسريعة. في مشروع واحد وهو كبير نوعا ما الآن جاري تنفيذه على أرض الواقع، ولكن هذا لا يعتبر من الحلول العاجلة ولكن مشروع كبير. المشاريع العاجلة إذن 10 مشاريع، هي 10 مشاريع، هي 11 كانت بس صارت 10 لأن أحدهم كان بصراحة بحجم كبير، توزعت على كل مناطق البحرين، كل مناطق البحرين ازدحامات، اللي تشهد ازدحامات واختناقات مرورية لحلحلة هذه التقاطعات. في كثير منها تقاطعات، كثير منها مداخل ومخارج لمناطق رئيسية، وحاولنا بهذه الطريقة ومن بهذه المبادرة اللي أتى بها سيدي صاحب السمو كما أسلفت أن نوزع الحركة المرورية على أكثر من مدخل أو ممر أو تقاطع، وهو الأمر الذي يعني خفف الازدحامات بواقع من 20 إلى 30% في هذه التقاطعات، واللي أثرت بأمانة بشكل جدا إيجابي على مستخدمين الطريق من المواطنين، وكانت فيه هناك إشادة بصراحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة لتنفيذ هذه المشاريع اللي أمانة كانت بمستوى جدا عالي في التنفيذ وسريع. لما نقول سريع كان تنفيذها جدا سريع على أرض الواقع، وأيضا طول العمر كانت بمبالغ صغيرة جدا، يعني هي كبيرة في الأثر ولكن كمبلغ مالي كانت صغيرة جدا وأثرها جدا عالي. هذا طبعا كان
المشروع الأول. المشروع الثاني اللي أيضا وجه فيه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد هو الحزمة الثانية من المشروع، وهي تتكون أو تتألف من 16 مشروع. الآن إحنا طول العمر تقريبا أنجزنا 13 مشروع، وباقي 3 مشاريع هي قيد التنفيذ الآن، أيضا خاصة بمعالجة الاختناقات المرورية. نعم، الحزمة الأولى طول عمرك كانت 10 إلى 11 مشروع مثل ما أسلفت، والحزمة الثانية هي 16 مشروع. تم تنفيذ تقريبا خلينا نقول 12-13 مشروع، وثلاثة الآن قيد التنفيذ. وهو الأمر اللي راح يؤدي أيضا ويضيف إلى حلحلة الاختناقات المرورية على شوارع المملكة، سواء كانت الرئيسية أو حتى الفرعية منها. وبأمانة أيضا حصلنا على إشادة كبيرة في هذا الجانب من مستخدمي الطريق، سواء كان من المواطنين الكرام أو المقيمين الكرام أيضا. طيب نتكلم عن حدود 30 مشروع أستاذ أحمد في المجمل تقريبا يعني. والمدة الزمنية، المدة الزمنية لتنفيذ المشروع احنا الماكسيمم كنا ناخذ بين شهر لثلاثة شهور. كل المشاريع هذه خلال كل مشروع لا يتعدى هذا الوقت، يعني من يوم نبتدي المشروع لانتهائه من شهر لثلاثة شهور. بعضها كمل في شهر، بعضها لان السكوب ماله اكبر شوي كان ياخذ وقت. يعني لو نتكلم عن 30 مشروع، هل تم انجازه خلال سنتين مثلا؟ لان اكيد في مشاريع هو في أقل المدة في اقل من سنتين. هاي اللي مقصد المدة في اقل، مثل ما قلت لك المدة حق كل المشاريع هذه من شهر الى ثلاثة شهور، وهذا بامر سيدي صاحب السمو الملكي، وهو اختبار أمانة، اختبار للطاقات اللي موجودة في الحكومة، سواء كانت في وزارة الأشغال أو حتى الوزارات الأخرى. لأن اليوم وزارة الأشغال، وأنا أعتقد أن رؤية سيدي صاحب السمو واللي أطلقها من فترة، أن البحرين هو فريق واحد. صحيح. وفريق البحرين، ونحن نتكامل ونعمل من أجل النهوض بمملكتنا على المستوى الخدمي والبنية التحتية. لأن أنت إذا عندك بنية تحتية قوية طال عمرك عندك اقتصاد قوي. صحيح. فطال عمرك اللي صار أن احنا ذي المشاريع كلها أنجزناها بالتعاون مع جميع الجهات الخدمية، سواء كانت الحكومية منها أو حتى الخاصة. نعم. إذن هذا الإنجاز يترجم الشعار اللي رفعه سمو ولي العهد في 2017، يعزز حب التحدي ويترجم. نعم، حب التحدي وعشق. نعم. الإنجاز. نعم. إن شاء الله نواصل. نعم. لكن خلينا نشوف أيضا فيديو جديد ونرجع نواصل لجزئية أخرى في هذا المنهج. نطوي هذه الصفحة ونطالع إلى الأمام ونشوف المستقبل، والمستقبل واعد إن شاء الله. فوضعنا قوي، وبالعمل والتكاتف بنقدر ننجز ونتغلب على أي مصاعب. تحديات سقفها قاعد يرتفع. صح. والإنجازات ولله الحمد أيضا قاعدة يعني ترتفع ويشهد بها الناس. وملفات كثيرة كانت لربما لفترات طويلة هي ملفات مؤرقة، الآن بدأت تتحلحل ولله الحمد. من ضمنها ملف الإسكان، هاي الملف اللي كنا دائما نطرحها والناس تطرحها. 25,000 وحدة سكنية بأوامر من سيدي سمو ولي العهد، سلم منها 20,000. وفي الملتقى الحكومي 2018 كان في أمر وتوجيه من سمو العهد أن ما ينتهي هذا العام إلا تسلمون 5,000 أيضا معطين. وين وصل العمل؟ هل جاري ولا تم إنجازه؟ أولا الحمد لله أن تم يعني إنجاز معظم ما تضمن برنامج عمل الحكومة بإنشاء 25,000 وحدة. البرنامج تم تنفيذه على مدى 4 سنوات ما بين الأعوام 2015 إلى 2018. تم برمجة تسليم الوحدات بالتنسيق مع مكتب سيدي صاحب السمو النائب ولي العهد النائب الأولي رئيس مجلس الوزراء. نعم. على أساس تسليمها، فالخمسة آلاف وحدة اللي الآن أمر سيدي بتوزيعها هي عبارة عن خاتمة الوحدات اللي تم تنفيذها خلال هذا البرنامج، اللي هي 25,000 25,000 وحدة من 2015 إلى 2018 خلال 3 سنوات، خلال 4 سنوات. أربع سنوات إذا حسبنا مع 2015. مع نعم. بداية 2015 إحنا بدينا فيه يعني إنجاز هذه الوحدات. طبعا إحنا ننظر إلى هذا الأمر بالحمد لله بفخر أن إحنا قدرنا أن نحقق توجيهات القيادة الرشيدة بإنجاز 25,000 وحدة في فترة يمكن تكون فترة قصيرة نسبيا، لكن متى ما توفرت الموارد قياسية. لو نتكلم بمعدل إنجاز السابق، يعني بمعدل إنجاز السابق هذه الفترة هي حتى بال يعني بالمستوى العادي، يعني
ليس فقط مقارنة بالسابق. 25 ألف وحدة إنجازة خلال هذه الفترة ترى ليست بالشيء القليل أو الشيء الهين في بلد بمثل حجم مثل البحرين. حجم البحرين لكن الحمد لله متى ما وفرت لنا الموارد سواء كانت مالية وشيء بعد لازم يذكر اللي هو دعم الحكومة تذليل العقبات شغلنا مع الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الأشغال مثل هيئة الكهرباء والماء هذه كان لها ترى يعني أثر كبير في نجاحنا إحنا كوزارة إسكان وحكومة في تنفيذ البرنامج حتى مع القطاع الخاص أعتقد تشتغلون مع الاتصالات بالضبط مع كثير من الجهات والحمد لله هذه كل الأمور لما تضافرت الجهود قدرنا أن نحقق 25,000 وحدة ومن ضمنها 5,000 وحدة الأخيرة اللي تم توزيعها بس أحب أذكر أن الآن من يعني صدر أمر بتسليم 5,000 وحدة قمنا بإعداد قوائم المستفيدين الآن نتحقق من هذه القوائم وإن شاء الله بيتم في يعني عما قريب إن شاء الله تسليم الوحدات كلها خلال هذا العام إن شاء الله خلال هذا العام إن شاء الله ما تبقى من هذا العام إن شاء الله احنا بس حابين يعني نشير لنقطة ان خلال انت تفضلت من 2015 الى 2018 تم تسليم 25,000 وحدة هذه ليست هي الخدمات فقط اللي تقدمها وزارة الاسكان في مجال الاسكان هناك طبعا القروض هناك المشاريع الاخرى هذه فقط للتوضيح طبعا الخدمات الاخرى الان يمكن تجي مكملة الى 25,000 وحدة القروض قروض الاسكان قروض الترميم عفوا الشراء قروض البناء قروض الترميم القسائم السكنية هذه تجي مكملة إلى 25,000 وحدة اللي تم هذه فقط اللي هي الوحدات البيوت السكنية. والشقق اللي هي الوحدات السكنية نعم. هنشوف أيضا مشاهدينا جزء آخر من الملتقى الحكومي 2018 ونرجع نواصل والشكر موصول إلى وزارة الأشغال ودائرة الطرق لأن فتحنا يعني الحقيقة بالقليل قدرنا نحقق الكثير يعني الكل يشتكي من الازدحام في مملكة البحرين والحلول البسيطة اللي قدرنا ان احنا نتابعها ونوصل لها حلت الكثير من المشاكل ففتحنا تقريبا فوق 20 شارع الحقيقة او 30 يمكن تقاطع وفتحة ودخلة اللي سهلت على وصول الناس الى المدارس والى اعمالهم وخففت من الازدحام لكن مهما سوينا بعد ان شاء الله يعني الرؤيه والطموح اكبر فيعني ان شاء الله انتم في الوزاره وفي يعني في الاوساط اللي عندكم اهتمام بهذا الموضوع تفكرون في حلول اللي نقدر نبشر بها المواطنين ارجع لك استاذ احمد يعني فزتوا بالجائزه جائزه التواصل مع العملاء التميز في التواصل مع العملاء بالنسبة لكم وهي جائزة فازت فيها أكثر من جهة ولكن بالنسبة لوزارة الأشغال هذه الجائزة يعني ما هي نوع الخدمة اللي تقدمونها وبالتالي تم يعني تحقيق هذه الجائزة نعم طبعا نوعية التواصل نعم طبعا في البداية الجائزة تعني لجميع منتسبي شؤون الأشغال الكثير وخصوصا أن هي سلمت من قبل سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر نعم. وايضا سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الامين فهذه جائزه اصلا عزيزه على قلوبنا وهي منحت من ناس اعزاء على قلوب جميع المواطنين في المملكه هذا الجانب الاول الجانب الاخر طال عمرك ان احنا نفتخر ان احنا جزنا في خدمه المواطن والمقيم وهذه شرف ووسام على صدر كل بحريني انه هو يخدم مواطنينه والمقيمين في بلده بأعلى جودة وأيضا شرف لنا أن هذا توجيه سيدي صاحب السمو من خلال تدشين برنامج تواصل وهو الأمر اللي ساعد جميع قطاعات الوزارة وأيضا المؤسسات والوزارات الحكومية كلها أن سهل عملية التواصل مع المواطن من خلال نظام محكم ودقيق يقيس وبشفافية مدى تعامل الوزارة وشؤون الأشغال مع طلبات المواطنين سواء كانت طلبات عادية أو طلبات عاجلة أو حتى شكاوى فهذا دليل قطعي أن جميع منتسبي الوزارة بلا استثناء كان لهم شرف التواصل مع المواطنين وتأدية الخدمة على أكمل وجه نعم أن مش كل الطلبات راح تلبى
ولكن أقل القليل أنك تجيب على تساؤلات المواطنين وتأخذ ما في مثل ما تقول خاطرهم وأمورهم ومن ثم توضع الحلول، لأن الحلول بعضها يكون عاجل وسريع والبعض الآخر يحتاج إلى تصاميم وميزانيات وإلى إجراءات مناقصات وما شابه ذلك كي تحل. ولكن ثق تماما نحن دائما وأبدا سنستمر ونحاول أن يكون عندنا استدامة، لأن بلوغ منصة التتويج ويعني التشرف الحصول على الجائزة من لدن أصحاب السمو الملكي سمو يحملكم مسؤولية، يحملنا مسؤولية تكريم. كبيرة نعم. على عاتقنا، وإحنا نعد الناس ونعد القيادة في البلد ونعد المواطنين والمقيمين في المملكة أن إحنا راح بإذن الله تعالى نواصل في أداء الخدمة. نعم. وميزة هذا التواصل أن أنتم تعرفون احتياجات الناس الحقيقية. نعم. الطارئ منها والآني والمستقبل، لأن لها تصنيف طال عمرك. نعم. يتصنف ومهم أيضا لأن الناس تشعر أن أنتم سمعتوها على الأقل، وصلت المشكلة واتضحت لهم سواء حلت اليوم أو خبرتوهم المدة اللي تحتاجونها. نعم. أشركتوهم في الخطة. نعم. أشركتوهم في الخدمات اللي تقدمونها وهذه. نعم. أحد أهم الميز يعني. نعم بالضبط، لأن احنا نصنف الشكاوى هذه أو الطلبات نصنفها حسب مثل الحلول العاجلة والسريعة. وخصوصا الطلبات السريعة لأنها لها أثر وقع على المواطن. صحيح. فأنت لما تحل هذه الأمور السريعة وبشكل سريع أصلا أنت تخفف العبء عليك أنت كوزارة، لأن أنت تعتبر هذا جزء كبير منها راح يحل والجزء الآخر إن شاء الله في المستقبل القريب. نعم. نعم. أعود لك أستاذ سامي، يعني فيما يتعلق بالمشاريع اللي سوف يتم توزيعها بناء على 5000 يعني وحدة سكنية سواء شقة أو بيت، يا ريت تشرح لنا بعض التفاصيل، وأيضا في أي مناطق السنوات، هل هذه كلها المعلومات متاحة؟ لكن إذا سمحت المخرج يقول لي خلنا نشوف هذا الكليب ونرجع نأخذ الإجابة من الأستاذ سامي بوهزاع. وإذا تكلمنا عن الإنجازات اللي تمت، يعني طبعا يمكن أول واحد هو كان جزء أساسي أو ركيزة أساسية من برنامج عمل الحكومي الأخير، وهو موضوع الإسكان. احنا حطينا في برنامج عمل الحكومة أننا بنحقق 25,000 أو نسلم 25,000 وحدة سكنية في الأربع سنين اللي مضت. لحد هذه اللحظة وصلنا إلى 20,000. فإذا قدرنا، والحقيقة أنا ود والعم خليفة فرحان بعد عن هذا الإعلان، أن احنا نوصل أو نامر 5,000 وحدة إضافية تسلم قبل نهاية هذا العام على أساس نستكمل هذا الهدف المنشود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، يعني حابين نعرف مثل ما قلت الله يسلمك أستاذ سامي بعض التفاصيل عن 5,000 وحدة اللي راح تكمل 25,000، وهل هي يعني من ضمن 40,000 وحدة اللي أمر فيهم سيدي جلالة الملك قبل سنوات؟ طبعا 5,000 وحدة هذه الأخيرة منتشرة في كل إنشاء مناطق البحرين، و يعني بتغطي إن شاء الله مجموعة من الطلبات. نعم. تختلف الطلبات هذه في يعني مدى وجود على قوام الانتظار من منطقة لمنطقة. بتكون في صورة مثل ما تفضلت بيوت وكذلك شقق. هذه طبعا تير من ضمن 40,000 وحدة اللي صدر توجيه الملك السامي ببنائها. بدينا في احنا مثل ما قلت لك في برنامج عمل حكومة الحالي 2015-2018 ببناء 25,000 وحدة منها، وال 25,000 وحدة غطت كل المناطق كل المحافظات بما فيه بعض القرى اللي كان ضمن المشاريع اللي نفذناها. نأمل إن شاء الله في دورة أو برنامج عمل الحكومة القادم أن يتم استكمال بناء 15,000 وحدة المتبقية من 40,000 وحدة. في هناك برنامج عدة الوزارة لل 40,000 وحدة تم تنفيذ ال 25 في هذا البرنامج، وال 15 إن شاء الله نأمل في تنفيذها بداء من عام 2019. وهل راح تكون يعني أيضا تشمل مختلف مناطق البحرين؟ هل ستكون لها أولويات الأقدمية المناطقية ومختلف الاعتبارات
اللي انتم يعني تسيرون بنفس المعايير للاستحقاق في المشاريع اللي وزعت حاليا، سيتم تطبيقها على المشاريع ان شاء الله المستقبلية في برنامج عمل الحكومة المستقبلي بإذن الله. هل هناك أي مشاريع أخرى غير المشاريع الخاصة ببناء 40,000 وحدة؟ يعني السنوات الأخيرة الفصل التشريعي الرابع شهد حتى بعض القوانين الخاصة بالإسكان، يعني فصل مثلا راتب الزوجين مع بعض الأمور، هل هناك أيضا بعض الأمور؟ طبعا السياسات الإسكانية أو غير المعايير، السياسات الإسكانية طبعا هي دائما شيء متغير تبعا للظروف الاجتماعية الموجودة، ووزارة الإسكان مثل ما في السابق قامت بمراجعة السياسات الإسكانية ومعايير الاستحقاق بتواصل هذه الدراسة وتحديث المعايير والسياسات تبعا لتغير مثل ما أقول لك الظروف الاجتماعية والسياسية في البلد. جميل، أعود لك أستاذ أحمد، يعني فيما يتعلق بالوزارة وزارتكم، ما هي المعايير على أساسها يتم وضع الأولويات الخاصة سواء بالمشاريع؟ ويعني هل هناك جداول زمنية محددة تسيرون عليها؟ يعني شاركونا، خلنا نشارك الناس أيضا، لأن مثل ما قلت تواصل، خلنا نكون إحنا جزء منه. الناس حينما تعي الخطط أو تعرف عنها تكون شريكة فيها، يكون قبولها لها سواء فترات زمنية قصيرة أو بعيدة المدى يكون أكبر. طبعا في البداية أحب أوضح لك أن هناك في خطة استراتيجية، طبعا إحنا نتكلم عن 2020 و2030، طبعا 2020 و2030 أيضا هي خطة استراتيجية وفقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، فإحنا مثل ما يقولون وكاسكيد داون لهذه الخطة ونأخذ منها ومن ثم نبتدي التنفيذ على أرض الواقع. طبعا المعايير كثيرة، أحد هذه المعايير أن احنا نقوم بدراسات مرورية كل تقريبا 5 إلى 10 سنوات، دراسات مرورية شاملة لجميع مناطق المملكة ونقيس فيها حركة المرور وتوجه الناس، وأيضا تكون فيها دراسات لها علاقة بالتخطيط العمراني والتطوير العمراني والتطور العمراني بشكل عام في المملكة. وبناء على هذه الدراسات أو مخرجات هذه الدراسة نحدد كيفية التنقل أو الموبيليتي، احنا نسميها موبيليتي، تنقل الناس من وإلى، وهذه كلها لها علاقة أيضا بالنمو والتطور العمراني اللي قاعد يصير في البلد، وبناء عليها نبني الخطط الاستراتيجية بالتوافق مع الجهات الأخرى في المملكة ونبتدي التنفيذ. طبعا التنفيذ يعتمد على معايير أيضا أخرى، مثلا نسبة التطور العمراني في المنطقة، نسبة البناء، توفر الخدمة. يعني أنت اليوم علشان مثلا تنشئ محطة للصرف الصحي أو مثلا شبكة للصرف الصحي متطورة، يجب أن تعرف المنطقة شنو نسبة العمران فيها، وبناء على نسبة العمران أو مستقبليا أو في المستقبل شنو هي نسبة العمران اللي راح تصير. لأن أنتم ما تشتغلون للوقت الحالي، أنتم المفترض في خطط زمنية مستقبلية مثل ما قلت متوسط لك. متوسطة المدى طبعا في آنية وفي متوسطة المدى وفي اللونج رينج اللي هي بعيدة المدى، ولكن كل ضمن الخطة الاستراتيجية العامة، ضمن رؤية البحرين الاقتصادية اللي دشنها سيدي صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، اللي هو مثل ما تقول الشامبيون في هذا الموضوع، اللي هو يتابع هذا الموضوع بخطة ثابتة ويوجه الوزارات كلها. وأنا أعتقد أن أحد الأشياء اللي سموه ورؤيته يمكن الملتقيات الحكومية اللي صارت الحين المتتالية 3 مرات هي توجيه اللي على أساس تجمع فيها جميع القيادات التنفيذية في الحكومة علشان يعرفون ليدرشيب، قيادة، القائد يوجه الناس ويقول لهم هذا المسار اللي راح اتخذه فwe have to follow. وفي هناك قياسات كثيرة على المستوى الحكومي تقاس فيها أداء الوزارات، فإحنا نحط خطة استراتيجية طال عمرك وفقا الاستراتيجية 2030، وهناك مؤشرات أداء، وأنا أعتقد مؤشرات الأداء هذه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد أنا أعتقد أنه أعلن عنها. صحيح. وهي كانت طموحة وكبيرة وتم إنجاز الكثير منها، وإحنا طال عمرك نمشي على هذا الأساس. يعني مثل ما قلت لك إحنا وفق استراتيجية معينة ندرس المنطقة وندرس الاحتياجات
وفق دراسات نقيم فيها على الأرض، سواء كانت متعلقة بالدراسات المرورية أو بشكل عام، بالتنسيق مع الهيئات المختلفة مثل هيئة التخطيط والتطوير العمراني اللي هي ترسم أيضا الاستراتيجية العامة للمملكة، وين راح يكون التوسع، وين شلون بتكون التنمية. طبعا يمكن عامل آخر مهم هي يعني دعم الاقتصاد والنمو الاقتصادي. طبعا مثل ما قلت لك اليوم بنية تحتية قوية معناته اقتصاد قوي، أحد وراقي، أهم أسباب، أهم الروافد طال عمرك بالفعل. أيوة. المجال الاقتصادي، المجال الاقتصادي، جلب استثمارات، أن تكون عندك بنية تحتية قوية. الناس صحيح. اليوم ما تستثمر إذا كانت البنية التحتية مو موجودة ومتوفرة. صحيح. فولله الحمد أنا أعتقد أن في شواهد كثيرة، واليوم البحرين أنا أعتقد أن في جميع المجالات ولله الحمد في تطور عمراني، وفي إن شاء الله تنمية قادمة، والله يحفظ إن شاء الله قيادتنا الرشيدة اللي تعطينا الاستراتيجية والدعم الدائم في توجيهنا وتوجيه الدولة. الله أفهمي. أرجع لك أستاذ أحمد الآن، بالنسبة لفترات الانتظار، مدد الانتظار اللي كانت في السابق، المواطن يشتكي خاصة في مجال الإسكان والحصول على الوحدات السكنية، في ناس تشتكي أنه صار لها سنوات طويلة، يعني بعد كلام عن 20 سنة ويزيد. هل تم تقليص هذه الفترات؟ وهل تم الانتهاء من كافة الطلبات القديمة؟ يعني فيه طلبات، وإحنا هالموضوع كان ملف فتحناه كثير حتى في الإعلام، لسنوات قليلة، لسنوات لا تتجاوز 3 ولا 4 سنين، كان هناك طلبات تعود إلى العام 92 و93، هل تم القضاء على أو الانتهاء منها؟ ما نبي نقول القضاء عليها. تم الحمد لله التعامل معها كلها، تم معالجة الطلبات المتأخرة. الآن مرة ثانية يختلف الوضع من منطقة لمنطقة، ولكن الحمد لله الهدف مالنا هو تقليص فترة الانتظار لخمس سنوات. بالخمسة وعشرين ألف وحدة قدرنا نقلص فترة الانتظار إلى يعني ما لا يعني ما يتجاوز في بعض المناطق حتى يمكن 7 إلى 8 سنوات. وماشيين إن شاء الله، إحنا بعد استكمال البرنامج وبعد استحداث بعض المبادرات الجديدة بنحاول إن شاء الله أن نقلص فترة ونوصل للهدف اللي وضعناه، اللي هو بالوصول إلى ما يقارب من 5 سنوات إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالوحدات السكنية. هنا. أما ما يتعلق الخدمات الثانية كالقروض والشراء كلها في أقل من 6 شهور. أقل من 6 شهور. نعم. وحتى كذلك الله يسلمك في مبادرة مزايا. برنامج مزايا، البرنامج اللي تم طرحه وتطويره من عام 2014، الآن لا توجد فترة انتظار. الفترة اللي يعني نتكلم عنها فترة ما بين تقديم المواطن طلب وتسكينه، فترة فقط اللي يستغرقها إنهاء الإجراءات. هذه فيما يتعلق؟ هذه برنامج مزايا. مزايا. يعني هو شراء الوحدات السكنية الجاهزة من القطاع الخاص. فكل جهودنا، كل جهودنا تنصب في إن شاء الله تقليص فترة الانتظار، بزيادة الانتاج، باستحداث مبادرات جديدة إن شاء الله. ولاحظنا أن في تحسن وفي قصر في فترة الانتظار مع معالجة. هل قستوا الرضا، رضا المواطن في ما يتعلق بالخدمات اللي قاعد تقدم له؟ أكثر من حزمة من الخدمات المقدمة، سواء القروض سواء الشراء، وأيضا فيما يتعلق بالوحدات السكنية اللي تسلم جاهزة للمواطن. طب هو الوحدات السكنية طبعا يتم تطويرها من وقت لوقت، تم مراجعة المواصفات مالها، مثل ما قلنا احنا يمكن تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية تلزم وزارة الإسكان بدراسة طلبات المواطنين. يعني فهذه دائما يكون لها تأثير ويكون شيء احنا نقوم في وزارة الإسكان بشكل دوري. ولذلك تلاحظ ان مع الزمن حتى تصميم الوحدات السكنية ومكونات اختلفت. كذلك الخدمات الإسكانية الأخرى مثلا القروض، برنامج مزايا احنا نقول اللي بيغطي يعني جزء كبير وقاعدين نتوسع فيه مستقبلا ان شاء الله. برنامج مزايا لشراء الوحدات الجاهزة، قروض لبناء البيوت لمن يمتلك اراضي، نعم. وكذلك احنا بعد ان شاء الله مستقبلا لما شفنا ان في اقبال على برنامج مزايا نحاول نتوسع فيه باضافه بعض الخدمات الاضافيه
نعم. ليغطيه برنامج بزاين. راح أتكلم فيه أكثر ودور القطاع الخاص معاكم، لكن لابد من الإشادة بالجهود الكبيرة اللي قامت فيها وزارة الإسكان هذه الفترة، وأعتقد سموه العهد بدأ كلامه قبل ما يوجه لكم الأوامر بتسليم 5000. شكركم شكر خاص سعادة الوزير كل العاملين على الجهد الكبير اللي قمتوا فيه، والحقيقة هذه البحرين تلمسها الآن، الناس بدأت تلمسها وتلمس أثره، يعني شرف لنا أن نجدد لكم هذا الشكر. الحمد لله أستاذ. وأنا بعد أرد أقول أن هذه الجهد اللي قامت بوزارة الإسكان جاء بدعم من القيادة الرشيدة، وما أظن كان بيتحقق اللي يتحقق لو ما كان هناك دعم من سيد صاحب السمو رئيس الوزراء وسيد صاحب السمو ولي العهد. نعم. لتنفيذ أوامر جهة الملك. نعم. ولا ننسى كذلك في هذا المجال كذلك ذكر دور لجنة الوزارة للإعمار والبنية التحتية اللي ذللت كثير من العقبات. صحيح. وكذلك دور الوزارات الأخرى، وزارة الأشغال على رأسها مثل ما أقول لك، وكذلك هيئة الكهرباء. الجهود كلها لازم تتضافر حق الوصول إلى الهدف. الموضوع اللي تتحدث عنه هو يعكس هذه الفترة اللي احنا نعيشها، هذه التوجيهات الحديثة الجديدة اللي آمر فيها سمو ولي العهد واللي تتمثل بالملتقى الحكومي. صحيح. واللي لازم نمشي عليها إن شاء الله خلال الفترة القادمة. خلينا نشوف كليب أخير، فيديو طبعا. أيضا من الملتقى الحكومي، ونرجع إن شاء الله نواصل مع ضيوفنا الكرام. احنا أطلقنا رؤية 2030 في سنة 2008، ووقعها جلالة الملك في قصر الزاهر الرفاع، وحطينا هدف ان احنا نبي نضاعف الدخل الحقيقي، يعني الريل انكم حق الأسرة البحرينية خلال الفترة من بين 2008 و2030. أستاذ أحمد، يعني قبل ما ننهي معاك في سؤالنا الأخير، حابين نتعرف على أهم المشاريع الكبرى. أنتوا وزارتكم متغلغلة في كثير من المشاريع، الإسكان لا يستطيعون يعملون بدونكم كثير من الجهات، وبالتالي مشاريعكم كبيرة، وانت تفضلت كررت اكثر مره لها دور كبير في ما يتعلق بالاقتصاد الوطني. والحقيقه فعلا البحرين في يعني سعيها لجذب الاستثمارات، النمو الاقتصادي، تنويع حقائب الاقتصاد لا يكون معتمد على النفط فقط، كثير من الامور المشاريع اللي ذكرها سمو العهد في الملتقى الحكومي دوركم كبير فيها. ما هي اهم المشاريع الكبرى خلينا نتكلم وليس الصغيره لوزاره الاجر؟ طبعا مشاريع تتنوع، مشاريع طرق ومشاريع صرف صحي ومشاريع بناء. طبعا مشاريع الطرق يمكن احد اهم المشاريع اللي انجزتها الوزاره في فتره برنامج شبكات الطرق في مختلف الاماكن طبعا، ولكن احد اهم هذه المشاريع يمكن مشروع المدخل الغربي احنا نسميه لمدينه سلمان، انشاء مدخل من امتداد شارع البدايه، متفرع من شارع البدايه، امتداد شارع الجنبيه، مدخل وجسر بحري بأربع مسارات في كل اتجاه، تقريبا كانت تكلفته 7 ملايين وشوي دينار بحريني. المشروع الآخر هو توسعة الشارع الدائري بالمحرة، هو أحد أهم يمكن المشاريع أظن اللي أنجزتها الوزارة، وتطويره من مسارين في كل اتجاه إلى 3 مسارات في كل اتجاه، من تقاطع جسر الشيخ خليفة أو شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان مع تقاطع الحوض الجاف إلى ديار المحرق. المشروع الآخر هو مشروع التقاطع الثاني، امتداد شارع الشيخ خليفة بن سلمان، اللي هو احنا نسميه مشروع تقاطع دوار 13 و 18. طبعا أنشأنا في مدينة حمد، طبعا أنشأنا جسر علوي ينقل الحركة بكل اتجاه بمسارين في كل اتجاه من وإلى مدينة حمد والقرى المتاخمة لمدينة حمد، وما سهل الحركة المرورية جعلها انسيابية بدون توقف، وأيضا حل كثير من معاناة القرى اللي هي تقع غربي. هذه ما تم إنجازه الآن اللي الساري إلى الآن عندك دوار ألبا وغيره، نتكلم حتى عن القادم إن شاء الله طال عمرك. نعم. الآن إحنا يمكن هذه المشاريع، طبعا في مشاريع أخرى كثيرة أنجزتها الوزارة، طبعا مشاريع الجديدة واللي أو قيد التنفيذ الآن عندنا تقاطع ألبا ونويدرات. أنا أعتقد أن إحنا في أغسطس الماضي افتتحنا الجسر العلوي، هم كن أرفع جسر عندنا، وهو ينقل الحركة من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى شارع الملك حمد، وهي تم افتتاحه. وأيضا افتتحنا الجسر العلوي اللي يعتلي دوار أو تقاطع النويدرات، ونقل الحركة أيضا في كل اتجاه من منطقة سترة إلى منطقة الرفاع.
والعكس صحيح، يعني من الرفاع أو المناطق المنطقة الجنوبية لمنطقة المنامة ومنطقة المناطق الأخرى. طبعا هذه الميزة اللي في المشروع دي أنه هو أيضا يعني يصل منطقتين صناعيتين وتجاريتين في المملكة، وهو ما يعزز الاقتصاد والتنمية في المملكة. ميناء سلمان وميناء خليفة وايضا منطقة سترة والعكر، هاي مناطق صناعية نعم. وايضا يوديك الى البا وبابكو وجميع ايضا المشاريع الاسكانية، وهي مشروع مدينة خليفة اللي يبنى من قبل اخوان في وزارة الاسكان. فهو يعني وايضا طبعا ما ننسى انه يصل ايضا منطقة الرفاع والرفاع فيوز، وايضا يشكل كأن حلقة دائرية تصل بشارع الشيخ خليفة بن سلمان نعم. تأخذك من المنامة وترجعك إلى المنامة والمحرق، ومكمل إذا مكمل شأن مشاريع دائرة. طبعا هذه مشروع مشاريع قيد التنفيذ مشاريع، بس بقول لك في عندنا المشروع الجسر الرابع اللي هو ابتدينا في المرحلة الأولى، هو مرحلة الدفان، وهو بيكون مثل ما يقولون بنش مارك جسر ينقل ايضا او يصل المحرق بالمنامه، هو الجسر الرابع من 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 الشارع الدائري اللي طورناه من ديار المحرق، مار بمنطقه السايه وينزل في خليج البحرين ومن ثم الى تقاطع الفاروق باذن الله تعالى. هذا المشروع احنا ابتدينا فيه. اذا هو ينزل في بحرين بي على طول، في البحرين بي نعم، من 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 المحرق من المحرق شمال المحرق للبحرين بي، وبيكون بجسر بحري على تقريبا عرض 150 متر وارتفاع. وهني منطقة استثمارية بعد كبيرة، استثمارية يعني كبيرة المرفأ المالي والمرفأ المالي، وبيكون مجمعات تجارية بالضبط، وبيحل حل الاختناقات المرورية، وبيعطي يعني بيصل أيضا منطقتين. طبعا شمال المحرق احنا نادرين في كثير من المشاريع التنموية، والمشاريع السكنية صوب البسيتين بيكون اي شمال البسيتين طال عمرك نعم. وهو يعني بيصل منطقة ديار المحرق والشارع الدائري الى خليج البحرين، ومن ثم ايضا احنا في تفكير ان احنا نصل الى تقاطع الفاروق، ومن ثم هذه راح يكون ان شاء الله الى مشروع مستقبلي، هو مشروع شارع شمال البحرين اللي احنا نسميه، اللي هو راح يصل المناطق هذه الى مدينة سلمان، ومن ثم إلى إن شاء الله بيكون فيه الجسر الجديد بإذن الله تعالى راح يصل إلى هالمنطقة. طبعا مشاريع الصرف الصحي احنا عندنا الكثير من المشاريع اللي احنا نسويها، اللي هي هذه وايد مهمة هالأيام بعد. أي الصرف الصحي طال عمرك، لأن طبعا احنا عندنا مشروع محطة المحرق واللي تعتبر إنجاز بالنسبة حق الوزارة، هو طبعا أول مشروع تم إشراك القطاع الخاص فيه وبمستوى عالي جدا. طبعا هو مشروع أنفاق، طول الأنفاق هذه تقريبا 16.5 كيلومتر الأنفاق فقط، وهي أنفاق تحت الأرض بقطر تقريبا يتراوح بين متر إلى متر ونص، ويمر عبر مدينة المحرق ويأخذ تدفقات في مدينة المحرق كلها وتصب في محطة المحرق اللي هي أنشأت في مدينة سلمان الصناعية. هذه خاص بالمجاري أو بالأمطار؟ هذه طال عمرك الصرف الصحي، صرف الصحي اللي هو المجاري نعم. طبعا هذه شال حمل كبير، لأن كانت هاي التدفقات كلها تروح إلى توبلي، شال حمل كبير. طبعا احنا نستقبل اليوم تقريبا ما يتراوح بين 70-75 ألف متر مكعب في اليوم، والمحطة قابلة للتوسعة. اليوم هي الطاقة الاستيعابية أو التصميمية مالتها 100 ألف متر مكعب في اليوم، وهي قابلة للتوسعة إلى 160 ألف متر مكعب أساسنا تأخذ التدفقات المستقبلية. يعني سوينا نعم. المشروع حق المتر وحق إن شاء الله اللونج تيرم إن شاء الله عشان تأخذ نعم. المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى المحطات الأخرى المتفرعة في المملكة والشبكات الداخلية اللي احنا ننشأها. طبعا تصريف مياه الأمطار عندنا كثير من الشبكات اللي احنا ننشأها، طبعا الشوارع الرئيسيه كلها فيها شبكات امطار متصله، سواء كانت عبر قنوات، يمكن تشوف في قنوات تمر على شارع الشيخ خليفه بن سلمان، وقنوات ايضا اللي هي القنوات الناتشرال الطبيعيه اللي تم الاستفاده منها بشكل كبير جدا، وفي قنوات ايضا على امتداد شارع الشيخ عيسى بن سلمان وايضا احنا نستخدمها، وفي شبكات اخرى بالتعاون ايضا مع اخواننا في وزاره الاسكان، لان احنا في تعاون وثيق وعمل صراحه جدا وثيق بيننا وبينهم. وفي شبكات اخرى احنا راح ننشاها في المستقبل القريب، لان طول العمر تكلفه تصريف مياه الامطار هي تقريبا انا ما اقول ولكن قريبه من عمل شبكه تصريف مياه الصرف الصحي. الفرق ان هي في محطه للمعالجه
وهناك ما في محطة للمعالجة، ولكن فيها بامس، فيها بمبات، فيها أمور، وفيها طبعاً المواسير بأقطار كبيرة جداً. وإن شاء الله إحنا ماشيين فيها. يمكن أول مشروع كبير أنجزناه في مشروع تطوير شارع الاستغلال، واللي هو مشروع ألبا ونويدرات، وفيها أقطار تصل إلى 1.80 متر. القطر في المصب الأخير في النويدرات، وراح بإذن الله تعالى في المستقبل بعد ما نخلص المشروع تنقل التدفقات اللي اليوم تستوي أثناء المطر في جميع مناطق الرفاع ومنطقة سند إلى هذا النظام اللي راح إن شاء الله ننتهي منه بالمشروع مع نهاية شهر مايو. طبعا المباني طال عمرك احنا ما تطرقنا لها، طبعا وزارة الأشغال هي الذراع الحكومي لإنشاء المباني الحكومية، سواء كانت المدارس ولا المستشفيات ولا المستوصفات ولا حتى الأبنية الحكومية. انتهينا من 6 مدارس من الدعم الخليجي متفرقة في أماكن متفرقة المملكة، في الرفاع، وادي السيل، في المالشية، في المحرق، وعندنا ايضا مشروع الكيدني دياليسيس، مشروع الكلى اللي في الرفاع انتهينا منه تم تسليمه. عندنا مشروع محاكم الاسره، انا اعتقد انها احد المشاريع الرائده في البحرين، انتهينا منه الان في الحنانيه. في الحنانيه نعم، والان يستخدم. وعندنا طال عمرك الابنيه الحكوميه، انتهينا من مبنى البريد الان وسلمناه لوزاره المواصلات، وكثير من الأبنية الحكومية اللي احنا تنشئها وزارة الأشغال. كنت أتمنى يكون عندي وقت أكثر عشان يعني أتيح لك الفرصة الكاملة لاستعراضاتها. طال عمرك قبلنا أيام. والله يا ريت يكون متاح، لكن احنا معاكم دائما، لأن استعراض جهودكم مهم جدا، وإشراككم الناس بما تقومون فيه. والوتيرة اللي قاعدة تزيد مع الملتقى الحكومي وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وسموه العهد، هذه لابد من الإشادة بها والإشارة لها. في سؤال أخير أستاذ سامي، أيضا لضيق الوقت، أنتم أيضا إنجازاتكم كبيرة، لكن القطاع الخاص أكيد لعب دور مهم في زيارة وتيرة التوزيعات، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية، سواء بالبناء أو حتى بالتمويل والشراء. يا ريت تخبرنا عن دور القطاع الخاص، وهل هناك يعني خطط أيضا لزيادة هذا الدور المتعلق بالقطاع الخاص؟ طبعا القطاع الخاص من بداية احنا عملنا برنامج عمل حكومة 2015-2018 رأينا أن القطاع الخاص دور مهم في يعني تعزيز دور أو دور وزارة الإسكان والحكومة في توفير 25,000 وحدة أو تحقيق برنامج عمل الحكومة وأهدافه. نعم. القطاع الخاص يملك مقومات ويملك موارد ممكن تساعد، وفعلا لما استعنا بالقطاع الخاص بين قدرة القطاع الخاص على هذا الشيء. فاستخدمناه مثلا في تمويل وبناء مشاريع مثل مشروع شراكة مع القطاع الخاص في المدينة الشمالية وفي اللوزي، استخدمناه كذلك بالتمويل وبالبناء في مشروع ديار المحرق، واستخدمناه في التمويل في برنامج مزايا. أثبتت هذه التجارب الثلاثة اللي يعني معاه نجاحها في أنه وفر عدد كبير من الوحدات لنا في يمكن وقت قياسي. برنامج مزايا احنا نحاول نتوسع فيه عن طريق إدخال خدمات أخرى غير خدمة الشراء الآن، شراء الوحدات الجاهزة، حتى أنه يعني ممكن القطاع الخاص أنه يعوض إذا كان في أي جاب أو أي يعني فجوة. ممكن القطاع الخاص بما يملكه من مثل ما قلنا موارد ومقدرة أنه يعوض هذا الشيء. في إقبال من البنوك التجارية على المشاركة في برنامج مزايا. لا أنسى بعد كذلك أن أشير إلى دور بنك الإسكان، ذراع المالي لوزارة الإسكان في استقطاب وفي تطوير بعض المشاريع الإسكانية في مناطق مختلفة. هذه كذلك ساعد ويحاول بنك الإسكان بأقصى ما يملكه من قدرات في توسيع هذه المشاركات. بالفعل. والحمد لله لحد الحين اللي شفناه أن قدرنا أن يعني ندخل القطاع الخاص، وبنستمر إن شاء الله. هذه بيضمن لنا استدامة الخدمات الإسكانية وكذلك التنافسية والعدالة. لما أنا أوفر عدد كبير من الوحدات في مناطق مختلفة اللي يقدر القطاع الخاص يسويها أو يوفرها، هذا بيضمن أهم أهداف
رؤية البحرين 2030 ويحرك القطاع الخاص أيضا والتنافسية بين المشاريع. الحمد لله وهذه هو الهدف إن شاء الله بإذن الله. كل الشكر والتقدير لك. حياك الله. الله يسلمك أستاذ سامي بوزاع على ما تفضلت فيه. شكرا جزيلا أيضا سعد الأستاذ أحمد خياط. شكرا لك على ما تفضلت فيه. شاكر حضوركم. قدر ما تقومون فيه ويعني وأوقاتكم لكن أنتوا أعطيتونا وقت كبير اليوم. شكرا جزيلا. الله يخليك. يعطيكم العافية. شكرا. يعطيكم العافية. أشكر لكم أيضا مشاهدينا حسن المتابعة. على أمل لقاء أترككم في أمان الله.